نكمل نقاشنا حول مخلفات الحرائق التي مست 10 ولايات أمسية البارحة. يلتحق بنا عبر الهاتف هدنة خليل، مكلف بالإعلام لدى مؤسسة سونال غاز. أهلا بك سي خليل. مرحبا سيدي. نتحدث عن مخلفات هذه الحرائق على قطاع ربما الكهرباء أساسا وشبكة الكهرباء الوطنية. هل قمتم بإحصاء إلى غاية أمسية اليوم هذه المخلفات والمناطق ربما التي تعرضت للانقطاع في شبكة الكهرباء؟ نعم سيدي الكريم، إذا هي هذه الحرائق اللي مست العديد من الولايات ألحقت أضرار كبيرة على مستوى الشبكة الكهربائية، خاصة ذات التوتر المتوسط والمنخفض، مما أدى إلى اضطرابات التوزيع في كل من ولاية بازا، كذلك الشلف، وهران، تلمسان، عين ديموشنت، سيدي بلعباس ومستغانم. المتضررين يعني الولايات المتضررة لحد الآن هي ما زالت منطقة أو في ولاية تيفازا، منطقة الرحاط وغوريا، ما زال يعني العوان تاعنا راهم في الميدان، ريثما تهدأ الوضعية نوعا ما، لأنه لعلمك سيدي الكريم أنه شبكة التوزيع متواجدة في أعالي الجبال وفي وسط الغابات، يعني باش يكون فيه تدخل لإعادة التموين. هذه الحرائق يعني درجة حرارة عالية تسببت في إتلاف الكوابل أو المعدات التي تحمل هذه الكوابل فوق الأعمدة الكهربائية. إذن لحد الآن عندنا في تيبازا منطقة الرحاط وغوريا، عندنا في شلف في غابة بوشغار، وعندنا في وهران في منطقة الرأس الأبيض أو الكاتدرون، أين يوجد 50 مجمع سكاني دون كهرباء. فيما يخص تلمسان، عين تموشنت، وسيدي بلعباس ومستغانم، تم التحكم في الوضعية وإعادة التمويل إلى عادته. سيدي الكريم، فقط ملاحظة بالنسبة لتوزيع الغاز في هذه المناطق خاصة، وكإجراء وقائي تم توقيف التزويد، يعني عمدا تزويد بالغاز كإجراء ربما وقائي، كإجراء وقائي، وكذلك كإجراء محافظة على المواطنين وعلى ممتلكاتهم حيثما تهدأ الوضعية. احنا رانا الأعوان تاعنا سيدي الكريم راهم يعملوا في الميدان بالتنسيق مع الحماية المدنية. لما يكون فيه تصريح من طرف الحماية المدنية لتدخل أعواننا، احنا الأعوان تاعنا يدخلوا مباشرة، راهم مجندين في الجبال وفي المسالك الوعرة. هذه خدمتنا الأزمة، أنواع كثيرة من الأزمة، لكن احنا رانا متواجدين بشكل عام. نعم بشكل عام، هل نتحدث هنا عن مخلفات وأضرار كبيرة مثل الشبكة؟ طبعا خليك معنا سي خليل، نروح فقط إلى أذان المغرب يرفع على مسامعنا الآن مشاهدينا، أذان المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، تقبل الله صلاة الجميع. نعود إلى اتصالنا مع هدنة خليل، مكلف بالإعلام لدى مؤسسة سونال غاز. كنا نتحدث عن تقييم عام من طرفكم حول هذه الأضرار، هل هي أضرار كبيرة مست سواء شبكة الكهرباء أو حتى الغاز؟ وهو كذلك سيدي الكريم، إذا احنا في هذه المرحلة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صاداك تم تنصيب من طرف المديرية العامة خلية أزمة. هذه خلية الأزمة المهمة تاعها أولا هو إرجاع تموين بطاقة الكهرباء والغاز للمناطق المتضررة وللمواطنين، يعني اللي راهم في وضعية حرجة نوعا ما. من بعد راح يكون في إحصاء لهذه المناطق المتضررة، ويكون فيه تدخل آني لإصلاح أولا ما تضرر من معدات، سواء كان عدادات كهرباء أو معدات تحويل وغيرها. من بعد ان يكون فيه تقييم للتضرر الناتج على هذه الحرائق. طبعا نتحدث عن مثل هذه الحرائق على مستوى مؤسسة سونال غاز، هل توجد مخططات ربما للتعامل مع مثل هذه المخاطر؟
نعم سيدي الكريم، هي مخططات يعني موسمية قبل كل شتاء راح يكون فيه مخطط لبلان اورساك او مخطط الاستعجالي المسمى من طرف شركة توزيع صداد للتأهب لكل طارئ سواء كان في الشتاء او الصيف. يعني فيه زوج مخططات استعجالية في خلية أزمة تنصب على المستوى المحلي ثم على المستوى الجهوي مديرية الناحية ثم على المستوى المديرية العامة. هذه راح يكون فيها كل المعدات سواء كانت أولا يعني التأهب البشري والأعوان مهيئين، يكون فيها ناس مختصين للتدخل وكذلك مدعمين بالمعدات، معدات التدخل خاصة والسيارات المتخصصة في مثل هذه الأزمات. المهمة الأولى والمهام الأولى نتاعنا في هذا المجال وفي مثل هذه الأزمة هو إعادة التموين إلى طبيعته للمواطن في مثل هذه الحالة. وإعادة الشبكة إلى المناطق التي تضررت وانقطعت فيها الكهرباء. نعم لأنه لعلمك سيدي الكريم هي مهمة جد وصعبة، لأن الشبكة متواجدة في أعالي الجبال، المسالك وعرة وكذلك درجة الحرارة جد عالية، فما ذلك يعني يا رب يكون في عون رجال المطافئ والمختصين اللي راهم في المجال لأنه احنا نخدمه بالتنسيق معهم، وكذلك رب يكون في عون الأعوان تاعنا اللي راهم مؤهبين ومجندين منذ الخامس من هذا الشهر واندلاع هذه الحرارة. طبعا شكر موصول لكل أعوان سونا الغاز وأعوان الحماية المدنية الذين يسهرون دوما على الإطفاء وإخماد مثل هذه الحرائق وإعادة ربط السكان بشبكة الكهرباء والغاز. شكرا لك الأستاذ هدنة خليل مكلف بالإعلام على مستوى مؤسسة سونا الغاز.